لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة التونسية وخبيرة الأعشاب الصحية منية غزير نشر إحدى الصحف وصية الفنانة قبل وفاتها، حيث الخبر المتداول في الساعات الماضية عن وفاة منية غزير خبيرة الأعشاب الطبيعية التونسية، والتي وردت الأخبار عن وفاتها صباح اليوم الأحد 13 أول أغسطس، وهي خبيرة التجميل صاحبة الشركة الشهيرة. وتم نشر هذا الخبر بصورة منية غزير وهي مع العديد من المنتجات الشهيرة المخصصة للأعشاب وغيره، فقد كانت لها شهيرة واسعة في الطب البديل في تونس، وقدمت الوصفات الطبية المختلفة لمختلف الأمراض ومعالجة آلاف الأشخاص، وكانت شخصية بارزة في ميدان الطب البديل والأعشاب الطبيعية. وكانت تمتلك الشركة الشهيرة، والشركة التي كانت تمتلكها كانت تداول الأمراض بالأعشاب الطبيعية والعلاج البديل، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية حول ذلك المجال. البعض يقول بعد صراع مع المرض، والبعض الآخر يقول بأن سبب الوفاة كانت سرطان القولون الذي كانت مصابة به الراحلة قبل وفاتها، وهو مرض أثر عليها خلال السنوات الماضية وتلقت بسبب جلسات علاج مكثفة ومطولة، وكانت قد عانت من وحكة صحية في الأيام الماضية ودفعها هذا الأمر لدخول المستشفى وفرقة الحياة حسب الأخبار الواردة بذلك. ولكن لم تعلن مصادر رسمية هذا الخبر، حيث أن وصيتها قالت إنها تريد التبرع بجزء من ثروتها إلى الشعب التونسي والفقراء في تونس، حيث قالت الكثير من الصحف إنها كانت دائما ما تزور الفقراء في أيام الأجازة التي كانت موجودة لها، حيث أوصت قبل وفاتها بزيارة الفقراء وأن تدفع لهم جزء من ثروتها، جزء كبير، حيث أن هذه الوصية أبكت كل أبناء الشعب التونسي وحزمت كل أسرتها، حيث أن الجميع يعرف الفنانة منية غزير وهي من أشهر الفنانات في تونس، رحمها الله وأسكنها فسيح جنتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نطلب منكم الدعوات لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جنتها.